فيلم The Exorcism of God. شيطان بيفضل يطارد في كاهن لمدة 18 سنة عشان ارتكب خطيئة، وكان في مقابلها إن جسمه يبقى ملك الشيطان. بيبدأ الفيلم مع كاهن بيتر اللي اتطلب من أهل بنت تمسد بروح الشيطان. البنت الممسوسة اسمها ماري، وأهلها كانوا رابطينها في السرير. الروح الشريرة اللي في جسم البنت كانت قادرة إنها تعمل أي شر حتى وهي متكتفة. والدكتور صاحب بيتر فحص قلب البنت، وقال لي بيتر إن البنت مش فاضل لها كتير وقلبها يقف لو ما طلعوش من جسمها الروح الشريرة. بيتر راح يتصل على القس مايكل الأكبر مقامه منه في الكنيسة، وطلب بيتر من القس إنه يجي يساعده لأن البنت هتموت، لأن هو عمره ما عمل جلسة طرد أرواح. لكن مايكل بيعرفه إنه دلوقتي في الكنيسة الكبرى، وإنه بيعمل اختبار تاني لطرد الأرواح، وعرفه إنه فاضله يومين ويرجع ومش هيقدر يساعده دلوقتي. فبيتر عرفه إنه هيعمل الجلسة بنفسه، لكن مايكل بيفكره إنه أصلا عمره ما عمل جلسة طرد أرواح ولا فكر إنه يعمل اختبار لطرد الأرواح. وبيعرفوا إن الشيطان ممكن يستغله وياخد جسمه لو معرفش يعملها صح أو مخبي خطيئة عنهم. فبيتر بيعرفه إن البنت هتموت ولازم يعمل أي حاجة عشان يساعدها، وبيقفل معاه بيتر وبيكون مقرر إنه يساعد ماري. قبل ما يدخل الأوضة طلب من أهل ماري محدش يدخل وراه للأوضة ويقفلوا الباب عليه. فتح بيتر الكاميرا وسجل عشان يقدر يوثق كل حاجة هتحصل، ورفع بيتر الصليب على ماري. الشيطان كان قوي وفضل يضحك على بيتر ويعمل حركات بجسم ماري مرعبة. الشيطان عشان يقدر يغري بيتر قطع التيشيرت بتاع ماري من ناحية صدرها، لكن بيتر كان أقوى من كده وبص بعيد ورمى بيتر مية مقدسة على الشيطان. لكن الشيطان كان بيضحك وباين عليه إنه مستمتع بكل حاجة بتحصل. فبيتر بيفضل مكمل في الطقوس لحد الآخر ومش بيستسلم، لحد ما بيلاقي ماري بتنام على السرير وبتهدى، وبيفهم إن طقوس طرد الأرواح نجحت والشيطان اتطرد من جسم ماري. بيتر بيقرب من ماري عشان يتأكد فعلا إن الطقوس نجحت، لكن فجأة ماري بتغوي إنه يبوسها، وللأسف بيقع بيتر في فخ الشيطان زي ما القصة مايكل قاله. وبكده هو عمل خطيئة لأنه نام مع ماري. وبيقوم بيتر وسط العلاقة اللي بتحصل وبيحس بحاجة غريبة في جسمه، وبنشوف عينيه اللي بتتقلب للون الأحمر، وبنفهم إن بيتر اتصاب بلعنة والشيطان بقى عايز جسمه. وبعد 18 سنة من اللي حصل ده بنشوف إن بيتر فضل عايش في المدينة دي وكان بيساعد الناس في كل حاجة، وغير كمان إنه كان محبوب من الكل. بيتر كان بيلعب مع أطفال المدينة وبيحبهم جدا. لكن في يوم اللي في دار الأيتام تعبوا، وفي أطفال من بره الدار كمان تعبوا، والمرض اللي عندهم ده ظهر فجأة. كل الناس كانت مستغربة من المرض لأن محدش فاهمه ولا يعرف له دواء، والأدوية اللي كانت في الدار أصلا قليلة. وبيتر والراهبة ما كانوش عايزين يضيعوا أمال الناس في إنقاذ أولادهم، وبيتر كان حاسس إن اللي بيحصل ده الشيطان ليه سبب فيه، وإنه بيعمل كده بسبب اللي حصل من جلسة طرد الأرواح. وبيتر ما كانش يعرف أصلا إن الشيطان عايز ياخد جسمه، فقرر بيتر إنه يروح للأسقف الأكبر ويعترف له على اللي عمله، وطلع له بيتر الشريط عشان يتفرج عليه، وعرفه إن ده اللي عمله في جلسة طرد الأرواح، وإنه من ساعتها حلف مش هيعمل جلسات تاني. لكن الأسقف عرفه إنه مش مهتم للكلام ده كله، وإنه عدى عليه زمن طويل، والأسقف كان شايف إن بيتر ينسى وخلاص، وكمان بيشكره على كل الإنجازات اللي مكتوبة له من أول ما جه المدينة، وغير إن الناس كلها بتحبه. والأسقف بيدي لبيتر مكافأة مالية كبيرة على كل الحاجات اللي عملها، وبيطلع إن الأسقف ما شافش الفيديو كامل، وإنه مفكر بيتر بيتكلم على جلسة طرد الأرواح وبس. فبيتر بياخد الفلوس وبيشتري بيها أجهزة لعلاج الأطفال عشان يعالجهم، والأهالي بتشكر بيتر جدا وبيفرحوا إن عيالهم هيخفوا. بيتر في الليل كان قاعد في أوضته وبيفكر بيتر في اللي عمله زمان لأنه لسه حاسس بالذنب، لكنه فجأة بيسمع صوت دوشة وحاجة بتقع جاية من الأوضة اللي فيها تمثال المسيح. فبيروح بيتر للأوضة وبيبص على التمثال ومش بيلاقيه. فجأة بيلاقي بيتر راجل واقف في زاوية وبيبكي. بيقرب منه بيتر وبيلمسه، لكن فجأة الراجل ده بيظهر له بوش مرعب وبيخوفه، وبيصرخ بيتر وبيتخض، وبيصحى بيتر من النوم وبيطلع إنه كان حلم. وفي اليوم التاني بيروح بيتر للسجن بتاع المدينة وطلبوه عشان في بنت ممسوسة بروح شيطان، والبنت دي طلبته هو بالاسم وعرفوه إنها كلت صوابع السجان اللي بيدخل لها الأكل، وغير كده هي جاية في جريمة قتل لأنها خلصت على واحد وعلقته وهو راسه مكسورة في وسط المدينة. وقبل ما يدخل بيتر كان معاه الدكتور صاحبه، وعرفوا بيتر إن الحراس بتقول إن البنت عندها أعراض زي الصرع، ودخلوا على زنزانة البنت وبيتكلم بيتر معاها، لكن البنت اتكلمت معاه بنبرة صوت الشيطان وضحكت على بيتر وعرفته إن في كارثة هتحصل للأطفال اللي في الدار، وبتعرفه بالكلام اللي قاله له الأسقف الأكبر اللي اداله الفلوس، وعرفته كمان باللي لسه قايله للدكتور عليها. وبيتصدم بيتر ومش بيكون فاهم هي إزاي قدرت تعرف كل الحاجات دي، وبتضحك البنت عليه. البنت عرفت بيتر إن علمها أكبر من علمه وإنه هيعيش أسوأ لحظات حياته في الفترة الجاية،
فخرج بسرعة بيتر من عند البنت اللي كانت بتتريق عليه. بيتر قعد هو ورئيس السجن وركز في الصوت بتاع الشيطان اللي البنت اتكلمت بيه، وطلع انه نفس الصوت اللي الشيطان كان بيتكلم بيه من 18 سنة. وهنا فهم ان الشيطان بيلعب لعبة عليه وانه هيفتح في الماضي، وما كانش بيتر عايز يتدخل في موضوع البنت ده نهائي. وقبل ما بيتر يرفض دخلت والدة البنت وطلبت منه ينقذ بنتها بأي شكل، وطلعت ان والدة البنت هي ماري، واتصدم بيتر لما شاف ماري وعرفته ماري ان البنت اللي في الزنزانة دي بنتهم هما الاتنين. في نفس اليوم ده في نص الليل بيصحى بيتر من النوم. بيتر ما كانش قادر يتحرك وكأن جسمه مشلول، وفجأة الباب بتاع أوضة بيتر اتفتح لوحده والبطانية جنب بيتر بتتنفخ وكأن حد مستخبي فيها، فبيغمض بيتر عينيه وما كانش خايف وعارف ان الشيطان بيحاول يلعب بيه. وبيصلي بيتر عشان يرجع كل حاجة لطبيعتها، وفعلا لما بيفتح بيتر عينيه بيلاقي نفسه قادر يتحرك زي الأول. لكن فجأة الراجل اللي شبه المسيح ظهر له تاني وحاول يخنقه، لكنه فجأة بيختفي وكل حاجة بترجع لطبيعتها من الأول. وفي النهار الدكاترة بيعرفوا بيتر إن الأطفال حالتهم بتسوء يوم عن التاني، وإن الأجهزة والأدوية ما فادتهمش بحاجة. وقرر بيتر إنه يروح للأسقف. طلب بيتر منه الإذن يعمل جلسة طرد أرواح، والأسقف عرفوا إنهم لازم ياخدوا الإذن من الكنيسة الكبرى، وعرفوا القس إنه هيعمل طلب وبدون الطلب هو واثق فيه ويعمل الجلسة اللي عايز يعملها، ولو أي حاجة حصلت هو هيقف معه وهيساعده. وبيشكروا بيتر على ثقته فيه. وبعد ما بيخلص بيتر بيروح يقابل القس مايكل اللي منعه من 18 سنة من جلسة طرد الأرواح، وعرفه إنه محتاج مساعدته المرة دي في طرد روح شريرة. ووافق مايكل إنه يساعده. وفي الليل بيتر بيحرق الشريط اللي عليه التسجيل بتاع جلسته في طرد الأرواح من 18 سنة، وبكده مفيش دليل تاني على بيتر يدينه باللي عمله. وبيفتكر بيتر اللي حصل من 18 سنة بالظبط، وإن ماري ما بستهوش، وإنها لما وقعت على السرير أغمى عليها، وساعتها هو ما قدرش يمسك نفسه وبسها، والشيطان هو اللي زاد من شهوته قدام ماري. وبعد ما خلص بيتر اللي عمله في ماري نادى على أهلها وعرفهم إنه خرج الشيطان منها، ومحدش عارف باللي بيتر عمله في ماري غيرهم هما الاتنين. وكان مايكل حاسس بالخوف اللي بيتر حاسس بيه، فعرفه مايكل إنه ما يخافش من الشيطان ويفضل إيمانه قوي، وإن ممكن الشيطان ما يكونش بيلعبه، وإن ممكن هو يكون الهدف للشيطان. وبيصدمه وبيعرفه إن ممكن الشيطان يكون عايز جسمه، وبيقوله إنهم لازم الفترة الجاية ما يقعوش في أي خطيئة، وغير كده لازم يفتكروا أي خطيئة عملوها ويعترفوا بيها عشان الشيطان ممكن يستغل الخطيئة دي ويدمرهم. وجوه دار الأيتام الراهبة كانت بتصلي، ولما فتحت عينيها عشان تبص على تمثال العذراء مريم مش بتلاقيه، فاستغربت الراهبة ولقيت بعة من الدم على الأرض، فبتمشي وراها لحد ما بتوصل لقماشة وبتلاقي الدم كله عندها، فبتقرب من القماشة دي وبتفتحها الراهبة. بتتصدم الراهبة لما بتلاقي جوه القماشة طفل ميت، والطفل حرفيا متقطع من كل حتة في جسمه، فبتصرخ الراهبة وبترجع لورا. وفجأة ظهرت واحدة مرعبة جدا وبتختفي، وكل التماثيل اللي في المكان بدأت تنزل دموع من الدم والشياطين لبستهم. الراهبة بتشوف خيال حاجة واقفة وراها، فبتلف الراهبة بسرعة وبتبص لكن ما لقيتش حد، فقامت بسرعة الراهبة عشان تهرب من الأوضة اللي هي فيها. لكن لما وصلت عند الباب اللي عند الأطفال بتتسحب في الظلام اللي جوه الباب. وبعد شوية الأطفال اللي في الدار بتصحى على صوت تكسير الباب بتاع أوضته. لما الباب بيتكسر بيلاقوا الراهبة شكلها مرعب جدا وكأنها اتمست هي كمان، والأطفال بتصرخ بأعلى صوت، وبيسمع بيتر ومايكل صوت الأطفال اللي بتصرخ. الراهبة بتقرب بخطوات بطيئة من الأطفال، وقبل ما تأذي حد فيهم فجأة ظهرت ماري من وراها ووقعتها على الأرض. قدرت ماري تسيطر عليها لحد ما جه بيتر. بيتر ومايكل قدروا إنهم يطلعوا الشيطان من جسم الراهبة، ولكن بيتصدموا لما بيلاقوا كل أطفال الدار اتصابوا بالمرض اللي مش لاقيين له علاج. وهنا اتأكد مايكل وبيتر إن السبب في المرض ده الشيطان، وإنه الوحيد اللي معاه العلاج للأطفال. فتاني يوم راح بيتر ومايكل لبنت بيتر اللي في السجن، وما كانش مايكل يعرف إنها بنت بيتر، وبتتكلم البنت معاهم بصوت مرعب زي صوت الشيطان. لكن مايكل بيقول لها تديله أمارة إنها الشيطان، ومش بينفذ الشيطان كلام مايكل، فمايكل بيعرفه إنه هيمشي لأنه مش هيضيع وقته معاه. وهنا اتقفل باب الزنزانة، وفجأة رجعت البنت على مايكل سائل أخضر، السائل كان فيه صوابع السجان اللي أكلتهم. وهنا برضو ما صدقهاش مايكل وفضل يتريق عليها، وده اللي عصب روح الشيطان اللي لابس البنت. الشيطان سيطر على جسم مايكل وخلاه يركع قدامه على الأرض، وقال له إنه ما ينساش الاتفاق اللي كان بينهم، وواضح من كلام الشيطان إن مايكل هو كمان مرتكب خطيئة كبيرة. فهنا بيضطر بيتر يتدخل عشان يوقف الشيطان، وبيصلي بيتر عشان يوقف اللي بيحصل لمايكل. وبنشوف روح الشيطان اللي مش بتتأثر بأي حاجة من اللي بيتر بيعملها، فبيلاحظ بيتر إن الروح مش بتتأذى وما استسلمش بيتر، وفضل مكمل في صلاته لحد ما يقدر بيتر إنه أخيرا يتعب روح الشيطان، وبتقع البنت على الأرض والروح اللي جواها بتتقلب. وهنا فكر بيتر إنه خلاص سيطر على الشيطان
لكن الشيطان ما كانش متأثر باللي بيحصل ده وكان بيضحك عليهم. وفجأة الشيطان بيكسر السلسلة اللي مربوط بيها وبيجري على مايكل وبيعض الشيطان ودن مايكل وبياكلها. فعلى طول بيلحق الدكتور انه يدي الجسم البنت حقنة مهدئة وبيسيطروا عليها وبيخرجوا كلهم بسرعة بره الزنزانة. مايكل بيتكلم مع بيتر وبيعرفه انه ما يتعاملش مع روح الشيطان دي ابدا وما يفكرش انه يقرب منها تاني بدونه، لان الشيطان ده مخادع وممكن يغسل دماغه باي حاجة هو عايزها. وفي الوقت ده كان الحارس والدكتور بيلفوا على المساجين، والدكتور كان بيدي للمساجين حقن مهدئة ومش بياخدوا بالهم ان بنت بيتر خدت مفتاح الزنزانة من الحارس. ومع بيتر كان مع ماري ام بنته واعتذر لها على كل حاجة عملها فيها، فبتقوله ماري ان بنتهم احسن هدية من ربنا ليها. فبيعترف لها بيتر انه من زمان وهو بيحبها، وبيطلع ان ماري كانت راهبة معاهم في الكنيسة بتاعت الدار وبتحضنه ماري، وبتعرفه انها كمان كانت بتحبه. وبياخد الجنود بيتر لجوه السجن عشان هيبدأ طقوس طرد الارواح هو ومايكل. الدكتور قرر انه يفضل في السجن عشان يساعد مايكل وبيتر، لكن فجأة الدكتور وهو بيحضر الحقنة المهدئة بيلاقي الأنوار في المكان بتطفي. وفي اللحظة دي دخل بيتر ومايكل الزنزانة بتاعت بنت بيتر واتصدموا لأنهم مش لاقيين البنت في الزنزانة بتاعتها، وبيحسوا بحركة فوقهم فبيبصوا للسقف لكنهم مش بيلاقوا حاجة. وفجأة الباب بيتقفل عليهم. عند الدكتور كان بيدور في الزنزانات على المساجين لكن لقى إن كل الزنازين فاضية وما فيهاش حد، لكنه فجأة بيلاقي جندي من الجنود واقع على الأرض وميت، وبيلاقي بنت بتبكي قدامه فبيقرب منها، لكنها لما بتبصله بيفهم انها مش طبيعية. فبيطلع الدكتور حقنة من حقن المهدئ لكنه فجأة بيحس بحد وراه، وبيبص الدكتور وراه والبنت اللي كانت بتبكي دي فجأة طلعت سكينة وطعنت الدكتور بيها. بيقع الدكتور على الارض وكان بيطلع في الروح. بيتفتح الباب عند بيتر ومايكل وبيخرجوا بسرعة وبيلاقوا الدكتور مرمي على الارض وفي اخر انفاسه. لما بيوصلوا عند الدكتور بيحذرهم من اللي هيحصل لهم، لكن فجأة ظهر من وراهم ثلاث مساجين ممسوسين بروح الشيطان. فبيطلع بسرعة مايكل الصليب اللي معاه وبيقدر انه يضعف السجناء اللي قدامه، لكن بيتر ما كانش قادر يأثر على حد في السجناء زي مايكل. فجأة التمثال اللي كان في الدار ظهر لهم وكان الشيطان لابسه، وحول التمثال الصليب اللي في ايد مايكل لنار. فبيوقع مايكل الصليب من ايده، بيطلع مايكل صليب اكبر عشان يواجه بيه الشيطان، لكن مش بيقدر مايكل يأثر عليهم هو كمان. فجأة بتيجي البنت اللي طعنت الدكتور وكانت هتخلص على بيتر. فجأة بيقوم الدكتور وبيرمي نفسه على البنت دي وبيعطلها، فبيجري بيتر ومايكل بسرعة من الشياطين. مايكل وهو بيجري مع بيتر اتضرب من المساجين بسكينة، لكن بيلحقوا بيتر وبياخدوا بيدخلوا للمطبخ وبيقفلوا الباب عليهم. وهنا بيتعصب مايكل على بيتر وسأله مايكل على اللي مخبيه عنه وإيه الخطيئة اللي معترفش بيها، وأمره ما يكذبش عشان هو متأكد لأن صلاته ملهاش تأثير على الشيطان. فاضطر بيتر يعترف له باللي حصل من 18 سنة، وتعصب جدا مايكل عليه لأنه معترفش من بدري وإنهم دلوقتي هيموتوا مفيش مفر ليهم. فاعترف مايكل هو كمان عن خطيئة كبيرة عملها، وعرفوا إن عمل اتفاق مع الشيطان عشان ينقذ أرواح قرايبه، والمقابل إنه كان بيساعد الشيطان. مايكل قال لبيتر إنه يهرب لأنه حاسس إن ده مكان موته، وبيطلب منه ما يتغيرش بالحاجات اللي الشيطان هيعرضها عليه، وبيقول له إن دي كلها مغريات هتحاول تشده مش أكتر. وفجأة السجناء بيكسروا باب المطبخ وبيدخلوا المطبخ، فبيضطر بيتر يجري ويسيب مايكل اللي واقع على الأرض. بيتر بيدخل بسرعة الأوضة تانية وبيقفل الباب عليه، ومحدش من الشياطين بيلحق إنه يدخله. بيتر فهم إنه عشان يسيطر على الشيطان بصلاته لازم يعترف باللي عمله، فبيفتح بيتر تليفونه وبيفتح الكاميرا وبيقعد قدامها وبيتكلم بيتر بكل صدق قدام الكاميرا. بيتر بيقول إنه ما كانش في وعيه من اللي عمله، وبيحكي كل حاجة حصلت بالتفصيل، وبيقول إن الشيطان كان مسيطر عليه. بيخلص الفيديو وبيبعته للأسقف الأكبر عشان يكون خلص ذمته. بيقرر بيتر يخرج للسجناء اللي الشيطان مسسهم ويواجههم، وبيخرج بيتر وبيلاقيهم قدامه فبيرفع الصليب عليهم وبيقع على الأرض كلهم وهم بيتألموا. وبيفهم هنا بيتر إن حماية ربنا ليه رجعت وقبل توبته. فجأة ظهر قدام بيتر الراجل اللي على شكل تمثال المسيح، وبيجري الراجل ده ناحية بيتر بسرعة فبيرفع بيتر قدامه الصليب هو كمان. الراجل بيقع جنب المساجين على الأرض وهو بيتألم، وكان بيتر مقرر إنه يطرد روح الشيطان من جسم المساجين، لكن قبل ما يعمل أي حاجة بيلاقي نفسه اتخبط على دماغه من ظهره وبيغمى على بيتر. ولما بيصحى بيلاقي نفسه متكتف على كرسي. بيتر لقى قدامه أتباع الشيطان عاملين دايرة وبيعملوا في طقوس، والطقوس عبارة عن إنهم يحضروا الشيطان ويدخل جوه جسم بيتر، وبنت بيتر بتحط على دماغ بيتر الصليب وهو مقلوب. بيتر بيتألم جدا من اللي بيحصل له، وبترش بنت بيتر على بيتر دم، والدم بيوجع في جسم بيتر وبيخليه يتألم. في الوقت ده عند الراهبة كانت صحيت من النوم ولقيت كل الأطفال حالتهم بتسوء، وغير كده دخلوا في حالة تشنج بطريقة غريبة وما كانتش عارفة هتعمل إيه، فكانت عايزة إنها تطلب المساعدة من أي حد بره الدار.
ولما راحت عند الباب لقيته بيتفتح لوحده، وظهر نفس التمثال المرعب بتاع الست، ودخلت الست دي جوه الدار. وبنرجع لبيتر اللي ما كانش عايز يسكت على اللي بيحصل له ده. قرر بيتر انه يهاجم كل الشياطين دي بقوه كبيره، فبيصلي بيتر وفجاه الازاز اللي في المكان بيتكسر من قوه بيتر، وبيوقع كل الشياطين على الارض وهما بيتالموا من قوه بيتر. بيتر كان قوي جدا لدرجه ان محدش من الشياطين قدر انه يقوم تاني، لكن ما كانش فيه غير شيطان واحد وكان قوي جدا، والشيطان ده اللي جوه جسم بنت بيتر. وبنعرف ان بيتر اتمد بقوه الهيه، وبنت بيتر اتمدت بقوه من الشيطان. وبنرجع للراهبه اللي تمثال الشيطان كان بيخنقها بقوته. الراهبه برغم انها كانت بتتخنق كان ايمانها قوي، وشدت الراهبه سلسله الصليب من رقبتها ورفعت الصليب في وش التمثال، فبيتالم التمثال جدا وبيقع على الارض. وبنشوف ان نفس اللي حصل للتمثال بيحصل لبنت بيتر، وكان التمثال وهي مرتبطين ببعض. وكان بيتر عايز يطرد كل الشياطين اللي لابسين السجناء والتماثيل، وهنا الشيطان اتكلم مع بيتر وعرفه انه هيخلص على كل اطفال الدار لو ما سابلوش جسم بنته، لكن بيتر كان عايز يخرجه من جسم بنته وفي نفس الوقت ينقذ الاطفال اللي في الدار. فعرض عليه الشيطان عرض لانقاذ الاطفال وبنته. العرض عباره عن ان الشيطان هيسيب جسم بنته وهيسيب الاطفال تعيش، لكن في المقابل هياخد جسم بيتر. فبيتر ما كانش قدامه حل تاني غير انه يسيب جسمه للشيطان. بيتر استسلم للشيطان، فالشيطان ساب بنت بيتر على الارض، وعند الاطفال اللي كانوا في حاله تشنج بيرجعوا لحالتهم الطبيعيه، وبيدخل الشيطان جوه جسم بيتر فعلا زي ما كان عايز. وخرج بيتر ببنته من السجن وهو شايلها بعد ما قدر يخلي الشيطان يخرج من جسمها. والناس كلها والصحافه كانت بتتكلم على بيتر اللي قدر يواجه الشيطان وينقذ ارواح الاطفال وروح بنته، ومحدش كان يعرف الحقيقه واللي بيتر عمله. وبياخد الاسقف بيتر معاه لمكتبه، بيعرفه الاسقف انه شاف الفيديو اللي بعته له ومسحه، وبيعرفه انه معرفش حد من الكنيسه الكبرى ولا الفاتيكان على اللي عمله، وعرفه ان الفاتيكان سمعوا على اللي عمله وانه بقى مشهور عندهم لدرجه ان جاله منصب كبير، وانه لو وافق عليه هيبقى من المناصب العليا اللي في الفاتيكان. وبعد فتره من الاحداث دي كان في حفله معموله في الدار، وجت بنت بيتر عشان تاخد البركه من بيتر، وما كانتش تعرف انه ابوها. ولما بتسلم عليه بيتر بيحس بشعور الم، وفجاه بنشوف لون عين بيتر بيتغير وبيبقى احمر، وبيلاحظوا الاسقف، وهنا بنفهم ان الاسقف مع الشيطان هو كمان. وبنشوف ان عين بنت بيتر هي كمان بتتغير للون الازرق، وبنفهم ان بعد ما بيتر طرد الشيطان من جسم بنته ربنا اختار بنته مكانه، والشيطان اختار بيتر مكان بنته. وبيروح بيتر للفاتيكان وخد المنصب بتاعه، وبنشوف كنيسه الفاتيكان اللي بتكون كبيره جدا، وبنسمع صوت بيقول ان الشيطان هيورث العالم كله بدون تدخل اله، استغفر الله. والشيطان قدر يوقع بيتر زي ما كان عايز من زمان، ونسي بيتر تحذيرات صاحبه مايكل اللي مات وهو بيحذره من اتفاقات الشيطان. وهنا بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو حابين افلام رعب اكتر عرفوني في التعليقات. شكرا على المشاهده وسلامه صديقي.